من حوالي 2500 عام، وعلماء النفس والفلاسفة في شرق الأرض وغربها يسعون لفهم معنى السعادة، من كونفوشيوس في الصين إلى بوذا في الهند، وصولا لأفلاطون وأرسطو في اليونان وغيرهم من حكماء في العالم القديم والحديث. كلهم حاولوا تعريف السعادة وكرسوا جزء كبير من حياتهم لكشف حقيقتها وآليات تطبيقها بين البشر. وعلى مر السنين تطور العلم وانطلقنا من فهمنا لفلسفة السعادة إلى محاولة فهم تأثيرها على أدمغتنا وأجسامنا. بعض الحكماء قالوا إن الوصول للسعادة الدائمة مستحيل، لأن النفس البشرية ما تعرف حدود لرغباتها، ومنهم من قال إن السعادة ممكنة شرط ألا يسعى الإنسان إلى تفصيل العالم على مقاس رغباته. فما هي السعادة؟ سؤال واحد وآلاف الإجابات. البعض يعتبرها جمعة العائلة، وحد يشوفها لحظة وصوله إلى بلده بعد غياب طويل، وهناك من يقول إن السعادة في المناصب والأموال، وهناك من يراها في الصحة كالمرضى مثلا، والطالب يعتبرها حصول على الشهادة. ولكن ماذا يقول العلماء والباحثون عن حقيقة السعادة؟ كلمة السعادة لها معاني كثيرة كلها مهمة، وإحنا في الإمارات عندنا وزيرة للسعادة، وتختلف السعادة من شخص إلى آخر، بل حتى عند الشخص نفسه تختلف من موقف إلى آخر. لكن الشيء اللي يجمع بين هذه الاختلافات في تفسير السعادة هي الحالة الشعورية اللي ترافق تجربة معينة، مثلا كالسفر، أو لما ناكل وجبة لذيذة، أو مثلا لما نسمع أغنية جميلة. لكن السؤال اللي أظن يراود كل إنسان، هل السعادة هي المتعة؟ هذا السؤال طرحه الفيلسوف روبرت نوزك عام 1974 من خلال فكرة ذكية سماها آلة التجربة أو The Experience Machine، وافترض فيها أن هناك آلة يمكن للإنسان أنه يدخل فيها ويشبكون دماغه بأسلاك متصلة بجهاز علشان يخلقون له عالم افتراضي. هذا كان قبل فكرة الواقع الافتراضي الـ Virtual Reality. في آلة التجربة اللي صممها روبرت نوزك يمكن للإنسان أن يمارس أي نوع من متع الحياة، يقدر يعيش حياته كمليونير، رجل أعمال ناجح، أو ممثلة بيتها مليء بالجوائز والدروع، أو بطل العالم في ركوب الدراجات الهوائية، أو يقدر يأكل حلويات وكاكاو طول اليوم بدون ما يزيد وزنه أو حتى يمرض، وبدون ما يعرف أنه في جهاز، بل راح يمارس حياته وكأنه يعيشها حقيقة. يعني ماشي فرق ولا حتى نص بالمئة في مشاعره وحاسيسه بين هذه التجربة وبين حياته الواقعية. وبعدين راح نوزك وسأل مجموعة من الناس إذا ما كانوا يرغبون في العيش في جهاز مثل هذا، إذا كان موجود طبعاً، أم لا. عرفون شو اكتشف؟ اكتشف بأن غالبيتهم قالوا لا، ما نبى الحياة في جهاز مثل هذا. ليش؟ قالوا بأن الحياة فيها أشياء أخرى غير المتعة. عرفون مثل شو؟ مثل الحقيقة والعلاقات الاجتماعية. كيف ممكن أكون سعيد في حياتي؟ هذا السؤال يراود تقريباً كل البشر بشكل شبه يومي. ادخل على جوجل ودور عن كلمة السعادة، وبتلقى آلاف المقالات والكتب والأبحاث. يعني مثلاً 5 خطوات للسعادة، العادات 10 للسعادة، وأشياء كثيرة غيرها. ولكن في عام 2016 العلماء توصلوا لاكتشاف اصطلحوا على تسميته بجين السعادة أو شيء قريب منه. الاكتشاف جاء كنتيجة لجهود فريق دولي مكون من 190 عالم من 140 مركز أبحاث حول العالم. حللوا جينات 300,000 شخص تقريباً، ودرسوا المتغيرات الجينية اللي ممكن تؤثر على شعور الإنسان بالسعادة. فوجدوا أن التغيرات الجينية المرتبطة بالسعادة موجودة في 3 مناطق في الجسم: الجهاز العصبي المركزي، والغدة الكظرية، والبنكرياس. هذه المتغيرات لا تعتبر جين السعادة بالطبع، وربما لا يكون هناك جين واحد للسعادة، لأن السعادة قد ترتبط بالكثير من المتغيرات الفيزيولوجية في داخل الجسم. ولكن هذه المتغيرات الجينية تؤثر في شعور الإنسان بالراحة أو الإحباط، أو ما يسمى بنوروتيسيزم، أي الشعور المستمر بالقلق والتوتر وتوقع الأسوأ دائما. حد بيقول طيب شو الفائدة من هذا الكلام؟ بقولكم شيء، لو استطاع العلماء أنهم
يعني يحصلون جين السعادة. فهذا يعني أنهم باستخدام تقنية التعديل الجيني شو اللي بيصير؟ بيعدلون جينات الإنسان لكي يكون سعيداً، صح ولا لا؟ حد بيقول طيب هل الكلام هذا معقول؟ خلنا نشوف. هذا اللي الصين حالياً شغالين عليه. فقبل سنوات بدأت شركة اسمها بي جي آي شينزن بالإعداد علشان تكون الصين هي الدولة الأولى في العالم المتخصصة في تسلسل الحمض النووي اللي يسمونه DNA sequencing. وفعلاً قاموا بشراء 128 من أقوى أجهزة فحص الحمض النووي. يقولون بأن اليوم نصف الطاقة المتوفرة في العالم في هذا المجال موجودة في الصين، تخيلوا. وحالياً يقوم العلماء في الصين بالبحث عن جين الذكاء وربما جينات السعادة. ولو كانت هالجينات موجودة فعلاً فإنهم عازمون على تعديلها للأجيال القادمة. يعتقد العلماء بأن الجينات تتحكم بقابليتك للسعادة بنسبة 50%، أما 10% فتتحكم فيها الظروف، والأربعين الباقين وهذه مهمة جداً تتحكم فيها قراراتك. شو يعني الكلام هذا؟ يعني إذا باكر رحت ودرست في شيء أنت ما تحبه واشتغلت في مكان أنت ما تحبه فلا تقول ليش أنا تعيس. ويعتقدون أيضاً أن هناك شيء في داخل أجسامنا وأدمغتنا يدفعنا للبحث الدائم عن السعادة، مثل الإدمان على فعل شيء ما، ويسمون هذا الشيء كيمياء السعادة. هذه الكيمياء الداخلية هي اللي تساعدنا أن احنا نطلع من حالات الحزن والكآبة، مثل المكافأة اللي يمنحنا إياها الدماغ من خلال منطقة فيه اسمها limbic system أو الجهاز الحوفي، اللي يتحكم بثلاث عمليات رئيسة هي العواطف والذكريات والاستثارة، ويفرز مواد كيميائية تخبر جسمك عن الأشياء الجيدة أو السيئة بالنسبة لك. وفي حال الأشياء الجيدة فإن الجسم يفرز ما يعرف بهرمون السعادة المكون من عدة مواد كيميائية هي أوكسيتوسين أو هرمون الحب، وأندورفين وهو مسكن للآلام ومكافح للقلق والتوتر، وأخيراً مادة السيروتونين اللي تلعب دور مهم في تنظيم مزاج الإنسان واللي نقصها يؤدي إلى الاكتئاب. طيب خلوني أسألكم، ليش إذا أكل الإنسان شوكولات أو سكريات عموماً أو دهون أو لما يدخن أو يشرب مشروبات كحولية أو لما يمارس الجنس ليش يشعر بالسعادة والمتعة؟ خلني نشوف. السر يكمن في مادة تتدفق في كل الجسم اسمها دوبامين، وهي مادة سحرية ومهمة جداً، حتى لما نمارس الرياضة تفرز هذه المادة في أجسامنا، وهي إحدى أسباب الإدمان على فعل شيء ما كتعاطي المخدرات، لأن المخدرات تدفع بهذه المادة في الجسم بشكل هائل، بالتالي يصير من الصعب علينا أن احنا نقلع عنها. يعني الهيروين أجعلكم الله منه يدفع بالدوبامين في داخل الجسم أسرع بمئة مرة من المورفين اللي يعتبر من المسكنات القوية. أما الشوكولات فإن الدهون والسكر الموجودين فيه يحفزون منطقة في داخل الدماغ مسؤولة عن الإحساس بالنشوة والسرور، وتدفع بالسيروتونين للتدفق في داخل الدماغ، وبالتالي فالنتيجة الكلية لهذه الأحاسيس تشبه الآثار اللي يشعر بها الإنسان لما يتعاطى الماريجوانا. هل سألتوا أنفسكم عن السبب اللي خلي بعض الناس يبكون لما يكونوا سعيدين؟ لا تخافون، هذه مش دراما كوين، هذا شيء طبيعي. يعني شو سر دموع الفرح؟ الجواب بكل بساطة هو أننا بهذه الطريقة نتفاعل مع بعض الأحداث الجيدة ولكن بطريقة سلبية. شو يعني طيب؟ يعني أن الشعور المفرط بالفرح يكون خطير على القلب أحياناً، وقد تصيب حالة تسمى متلازمة القلب الحزين Broken Heart Syndrome، اللي تحدث لما يكون في هناك فرط في الإثارة والابتهاج في بعض المناسبات. متلازمة القلب الحزين قد تؤدي إلى ضعف مفاجئ في عضلات القلب، فتنتفخ الغرفة اليسرى منه كالبالون وتأخذ شكل الأخطبوط الياباني، ويطلق عليها اسم متلازمة تاكوسوبو سيندروم، أي اعتلال عضلة القلب. هنا يتدخل الدماغ في هيئة شعور سلبي، فتنزل الدموع علشان يستعيد الجسم توازنه، مش العاطفي فقط بل حتى الفيزيولوجي كذلك. وبيقولون من الحب ما قتل، هني صار من الفرح ما قتل. بالمناسبة هذه الحالة تصيب النساء أكثر من الرجال.
طيب كيف ممكن أن الإنسان يكون سعيد بدون أدوية أو كاكاو أو دهون وبدون أن يمارس العادات السيئة كالتدخين وشرب الكحول وتعاطي المخدرات؟ من الأشياء الجميلة والبسيطة هي الاستماع للموسيقى، الموسيقى الهادية اللي تخلي الدوبامين يتدفق في داخل الجسم ولكن باعتدال. أما الموسيقى الصاخبة فتؤدي إلى آثار عكسية. أكل الكربوهيدرات أو النشويات باعتدال طبعاً مهم جداً لكي يقوم الجهاز العصبي المركزي بوظائفه بلياقة. هذا الجهاز يتحكم في سلوكنا وتصرفاتنا وفي حياتنا بشكل عام، لأنه مكون من الدماغ والحبل الشوكي. أيضاً النشويات تخلي السيروتونين يتدفق باعتدال في داخل أجسامنا، اللي مثل ما قلنا قبل شوي يتحكم في مزاج الإنسان. تربية الحيوانات والعناق من موجبات السعادة. حد بيقول شو دخل العناق في تربية الحيوانات؟ بخبركم عن شيء. لما كنت صغير كانت الله يرحمها جدتي مريضة، فقالها الطبيب روحي وخذي قطوة وربيها في البيت. فقالت لي ليش؟ قالها لأنك عندك عاطفة كبيرة وتحتاجين أنك تفرغينها في أحد. أبنائها لما كبروا خرجوا من البيت، ورغم أنهم يزورونها باستمرار لكنها عندها هذه العاطفة الجياشة. الآن يقولكم أن العناق وتربية الحيوانات شو تسوي في الجسم؟ تفرز مادة اسمها أكسيتوسين. هذه المادة تسمى بهرمون الحب، ولذلك لما يعانق الإنسان مثلا شريك حياته أو أحد أطفاله يشعر بالسعادة، وكذلك يصير فيه لما يربي حيوان في داخل البيت. لما يمارس الإنسان اليوغا والتأمل أو يأخذ حمام دافئ، كل هذه الأشياء تطلق في الجسم هرمون أستروجين. حد بيقول مش هذا هرمون الأنوثة؟ نعم هو كذلك، لكن حتى الرجل فيه استروجين. طبعا زيادته في جسم الرجل خطيرة، ورغم أن في سن المراهقة يكون منخفض، لكن لما يكبر الرجل تزداد كميته في جسمه، وهذا ما يفسر كون الإنسان يصير عاطفي لما يكبر في السن. لكن اليوغا والتأمل يخلقون توازن لهذا الهرمون في الجسم، وبالتالي يوازن أيضا السيروتونين ويحمينا من نوبات الهلع والقلق. في دراسة أجريت في جامعة هارفارد على 724 شخص، درسوا حياتهم بكل تفاصيلها الدقيقة، وظلوا يفحصونهم لخمس وسبعين عام لمعرفة سر السعادة عند البشر. فتوصلوا بعد أن مات معظم الخاضعين للدراسة، وبعد أن مرت أربعة أجيال من العلماء على الدراسة، توصلوا إلى أن سر السعادة ما يكمن في المال ولا في الصحة ولا المناصب ولا الشهرة، بل أعلى قيمة للسعادة تعرفون في إيش؟ في العلاقات الإنسانية الناجحة. قارنوا بين شخصين، أحدهما دخله السنوي 75 ألف دولار والثاني 75 مليون دولار، لم يجدوا فروقا تذكر في مستوى السعادة ولا حتى في الحالة الصحية. أحيانا تكون أسباب السعادة ظاهرة أمامنا، لكن نحتاج أن نتوقف قليلا وننظر لكي نراها بوضوح. هي لحظة الكشف البعيد.